فعاليات ختام البطولة العربية للمنتخبات من فوتبول مصر 2024. الحمد لله اكتملت بخير بتتويج منتخب مصر للميني فوتبول بالبطولة العربية، وسبقها مصر فوزا ببطولة الأمم الأفريقية. والحمد لله الشهر ده مصر ترتيبها على العالم التاسع على العالم، الأول عربيا، الأول أفريقيا، رابع العالم سيدات، رابع العالم شباب تحت 23، وما توفيقي إلا بالله. الحمد لله عندي 2 حارس مرمى، كابتن علي غزال، وده حارس مرمى الهيستوري بتاعه بطل الأمم الأفريقية في نيجيريا، وكان حارس مرمى في كأس العالم في الإمارات العام اللي فات، وعندي حارس مرمى الثاني هشام الشباسي. علي غزال النهارده توج للمرة الثانية أحسن حارس مرمى في البطولة، وكلنا بنهنيه، ومن الحراس المحترمة جدا اللي هي مش تحت العارضة بس بتصد، لا ده بيلعب برجله كويس جدا، فبيعمل زيادة عددية مع الفريق، فبنهنيه النهاردة وبالتوفيق إن شاء الله يا علي، وإن شاء الله المرة الجاية ربنا يوفقنا كده ونحصل على بطولة كأس العالم ونجيبها لمصر. طبعا أنا بشكر كل الناس، الناس اشتغلت على نفسها، وإحنا من أول يوم هنا إحنا جايين ناخد البطولة، لأن منتخب مصر طبعا إحنا سافرنا نيجيريا وخدنا أفريقيا، فإحنا أي بطولة بنخشها لازم ننافس فيها يعني. فطبعا انا بشكر كل اللعيبه وبشكر الجهاز، بشكر مستر احمد سمير طبعا على كل اللي هو التعب اللي هو معانا فيه، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. النهارده اشتغلنا حوالي شهر ونص شغل بقى الميني فوتبول، لان الميني فوتبول دي غير كره الصالات، كره الصالات حاجه والميني فوتبول حاجه. كان كل المدربين اللي بيجوا يشتغلوا كره صالات او تدريب صالات، لكن احنا الحمد لله بفضل الله الشغل اللي احنا شفناه في كاس العالم والكلام دوت، فاشتغلنا مع الفرقه وعملنا فرقه تيم جميل جدا، والحمد لله رب العالمين، ربنا النهارده كرمنا. البطوله كلها كانت صعبه يعني، احنا بنتكلم باسم مصر واسم الكابتن احمد سمير، ولازم نتعب وان شاء الله اللي جاي احسن، واي بطوله جايه ان شاء الله بتاعتنا بتعب الكابتن احمد سمير والكابتن انسي، واللي جاي افضل ان شاء الله. الحمد لله البطوله طبعا تم استدعائنا للبطوله حكام مصريين وحكام عرب، والبطوله ماشيه على افضل حال الحمد لله، وكان اللي بيتكلم في ماتش بيقوم بيه الحمد لله رب العالمين، يعني البطوله تم على خير الحمد لله. البطوله كانت صعبه، الفرق العربيه من اقوى الفرق الاسيويه والافريقيه، يعني معانا لبنان فريق محترم جدا من اقوى الفرق الاسيويه، معانا ليبيا لعب معانا نهائي امم افريقيا فريق قوي جدا، وفريق تونس. البطوله كانت صعبه جدا، امبارح ما حلفناش الحظ قدام ليبيا، ربنا كان مؤخر الحمد لله الفرحه النهارده. ماتش لبنان كان ماتش قوي جدا، كنا مطالبين بفرق سكور معين، الحمد لله ربنا كرمنا.